السادس على التوالي تستمر موجة الاعتداءات الإسرائيلية على عدة مواقع حيوية بشمال العاصمة المصرية القاهرة، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى والقتلى، مما اعتبره المحللون انتهاكاً لاتفاقية ما بعد الشرق الأوسط الكبير المبرمة بين الطرفين والتي كانت مشروطة بوقف القتال. انقسامات وفتن طائفية ومطالب فئوية ونزاعات لمصالح فردية، أخطاء لم يتداركها المصريون، ولكنها كانت طريقاً ممهداً لشرق أوسط جديد أسدل الستار على حلم وطن. سارة أسامة، القاهرة.